قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن عدد المؤمن عليهم بالضمان وصل بداية الشهر الحالي إلى 1,305,000. وأضاف الصبيحي أن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق وبشكل إلزامي على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، وتشمل العاملين غير الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري من الأردنيين العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية العربية والأجنبية العاملة على أرض المملكة، وكذلك الملحقيات التابعة لها، كما تشمل أحكام القانون العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل وشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم. وينضم إلينا الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي. أهلا بك سيد موسى. إذا عدد المؤمن عليهم بالضمان وصل بداية هذا الشهر إلى 1,305,000 مؤمن عليه، هل هذا الرقم هو المستهدف لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟ شكرا أخي العزيز. أكيد ليس هو المستهدف، احنا دائما نتابع أرقام المؤمن عليهم المشتركين الفعالين الموجودين حاليا بسوق العمل داخل المملكة، بالإضافة إلى العدد اللي هو من الأردنيين المشتركين اشتراكا اختياريا. الحقيقة طبعا العدد المستهدف أكبر من ذلك بكثير، نحن نستهدف كل من يعمل على أرض المملكة في المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية في مختلف المنشآت وفي القطاعين العام والخاص، وهذا اللي الفئة كلها هذه ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي بشكل إلزامي. نحن نتحدث عن قانون وتشريع وطني يلزم كل من يعمل بأن ينضم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة على أصحاب العمل الذين يشغلون هؤلاء. كل من يشغل مستخدما بأجر يجب أن يشركه بالضمان الاجتماعي، وهذه أيضا مسؤولية مشتركة حتى على العامل نفسه، لابد أن يسأل عن هذا الحق عند التحاقه بأي جهة عمل أو عند انتقاله من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى. احنا بنلاحظ ولاحظنا ما بين شهر نيسان وشهر أيار أن هناك ارتفاع تقريبا قيمته 5,000 مشترك فعال جديد، وهذا يعزى أكيد إلى فرص العمل ربما اللي ولدها الاقتصاد الأردني خلال مدة شهر. وأكيد يجب أن يكون هناك زيادة من شهر إلى آخر. أحيانا بنحس أنه في نوع من التراجع في سنوات أو في أشهر معينة من السنة، كان هذا ناتج في سنوات سابقة عن التعليم في القطاع الخاص عندما كانوا ينهوا خدمات المعلمين والمعلمات في الكثير من المدارس على الأساس خلال الإجازة الصيفية ويوقفوا اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، ثم بعد ذلك يقوموا بالتعاقد معهم مطلع العام الدراسي الجديد. لكن هذا أنا بعتقد أنه تغلبنا عليه وتغلبت عليه وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل من خلال العقود الملزمة لمدة 12 شهرا للعاملين في القطاع الخاص. فبكل الأحوال هي الأرقام جيدة، الأرقام تعكس تقريبا 64% من قوة العمل في المملكة. نتحدث عن قوة العمل بمعنى نتحدث عن المشتغلين والناس المتعطلين الباحثين عن العمل. نعم، فيما يتعلق بالأعمال النسائية، الأرقام الصادرة عنكم تشير إلى أن نسبة مشاركة النساء في الضمان الاجتماعي هي 28% ونصف. هل هذه هي النسبة ضمن مستواها الطبيعي في سوق العمل الأردني؟ كانت أقل من ذلك بكثير، يعني لفترات طويلة ربما لعقود لم تكن تتجاوز 25% من إجمالي عدد المشتركين الفعالين بالضمان الاجتماعي. من 3 أو 4 سنوات اختلفت، صارت يعني في تصاعد مستمر 26-27%. الشهر الماضي كان 28%، الآن نتحدث عن 28.5%، وهذا في يعني قفزة جيدة فيما يتعلق بتشغيل السيدات. احنا المشكلة الموجودة ما يتعلق كما نلاحظ احنا في سوق العمل، المشكلة موجودة في القطاع الخاص. المرأة موجودة في القطاع العام بنسبة تزيد على 38% تقريبا من العاملين في مؤسسات القطاع العام، المؤسسات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة تقريبا من النساء 38%، بينما بالقطاع الخاص أقل من 12%. فالمشكلة موجودة بالقطاع الخاص، عم تنعكس على نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية بشكل عام في المملكة اللي لا تزيد على 14.2%. وهذا أكيد احنا عملنا بعض البرامج في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومن ضمنها تطبيق تأمين الأمومة الذي يشجع ويحفز المرأة على الاستمرار في مؤسسات القطاع الخاص، ويشجع أصحاب العمل أيضا على تشغيل المرأة أو الاحتفاظ بها
خاصة عندما يعني تنجب أو عندما تتزوج أو عندما تنجب يدفع راتبها كاملا من خلال مؤسسة الضمان وليس من جهة العمل. هذه بعض البرامج التي تحفز ربما وتشجع وتعزز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل بالقطاع الخاص تحديدا. الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، شكرا جزيلا لك.